أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا دعاء لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس
أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. اللهم ربي ونحن في هذا اليوم الأغر المبارك يوم الجمعة، اللهم اغفر يا ربنا جميعا ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم فرج على ابننا وابن شعبنا وابن أمتنا وابن إخواننا وأخواتنا سيدي ريان من جب الظلمات وجب الوحدة وجب الوحشة وجب الخوف. اللهم كما فرجت على سيدنا يوسف وهو في الجب ففرج عنه يا رب العالمين وهو في جب الدنيا وهو بريء يا رب العالمين وأنت أعلم به. اللهم كما أخرجت سيدنا يوسف من جبه سالما غانما محفوظا ناجحا موفقا مفلحا فأخرجه يا رب مما فيه صالحا مصلحا معافا وأنبت يا ربي نباتا حسنا وأقر عينا والديه به وأبناء وبنات الإسلام والمسلمين. وصل اللهم على حبيبك مصطفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم جميعا من مكتب ومن حديقة أساتذة التربية البدنية والرياضة بمولاي إسماعيل خميسات.